قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا ذكرنا من أسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي في عصر الجمود. أول هذه الأسباب ذكرناها الغلو في تعظيم الأئمة، فتتبع أقوالهم ولو خالفت الكتاب والسنة، مع أن الأئمة حذروا من ذلك وقالوا في معنى مجمل كلامهم اعرضوا كلامنا على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خالف كلامنا كلام الرسول اضربوا بكلامنا عرض الحائط. فهؤلاء من غلوهم في تعظيم الأئمة يتبعون آراءهم الراجح والمرجوح، تقول له الدليل على خلاف ما ذكرت يقول لك هو إمامي أدرى بذلك، إمامي كان عارف الأدلة كلها، بينما الإمام قد يفوته الدليل ولا لا، ممكن يفوته الدليل لا يصله الحديث ويصل إلى غيره. ده في بعض الصحابة وصلهم أحاديث ما وصلش لغيرهم، حصل لدرجة ان عمر بن الخطاب قال له روح هات لي اتنين معاك يشهدهم ان الحديث ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر بيقول له قد فرطنا في قراريط كثيرة في حديث من شيع جنازة، مش كده؟ طيب، اللي هيقدم كلام الأئمة على كلام الله ورسوله في حظ من هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما البشر يحل والله يحرم وانت تتبع البشر يبقى فيها حصة من آية ايه؟ اتخذوا أحبارا. ثانيا، طريقة التدوين والتأليف، قاعد يعملوا مختصر ومختصر المختصر ومختصر المختصر المختصر لحد ما تلاقي المختصر ده هو الغاز ما انتش عارف تحله، فيعملوا له شروح وللشروح حواشي عشان يفكوا في الألفاظ. السبب الثاني طريقة التدوين والتأليف. السبب الثالث ضعف الدولة الإسلامية. هو ذكر في طريقة التدوين والتأليف كثرة التأليف في الفقه، المختصرات الفقهية اللي هي أدت إلى طريقة الألغاز، عدم اتباع منهج علم في التوثيق قد ينسب إلى الأئمة ما لم يقولوه. خدت بالك؟ وكثرة الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة على ما يذهبون إليه نصرا لقولهم. لذلك بعض المحدثين خدموا كتب الفقه ببيان الضعيف والصحيح منها، زي إرواء الغليل، شرح أحاديث أو تخريج أحاديث منار السبيل. الإرواء ده خدم هذا الكتاب خدمة عالية جدا، بل كمان كان للشيخ الألباني
ترجيحات فقهية وليس فقط تصحيح أحاديث. مما ساعد على عصر الجمود ضعف الدولة الإسلامية. يعني الدولة لما تكون فيها عمران وهدوء بيأثر على الحركة العلمية؟ نعم بيأثر. إذا كان في الدولة اضطرابات بيأثر أيضا على مستوى العلوم اللي فيه. لا شك أن قيام دولة إسلامية يجد الناس فيها الأمن والاستقرار قد ساعد كثيرا في تلك الحياة العلمية التي كان يموج بها العالم الإسلامي. وقد أثر ضعف الدولة ثم تمزقها وانهيارها أثر بعد ذلك في الحياة العلمية، ومن الحياة العلمية الفقه. وقد عقد ابن خلدون في مقدمته فصلا لبيان أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة. والسبب في ذلك أن تعليم العلم من جملة الصنائع، والصنائع إنما تكثر في الأمصار، وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة والطرف تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة. من ضمن الصنائع دي صناعة الايه؟ العلم والتعلم. رابعا، تمكين السلاطين لاتباع المذهب الذي اعتنقوه. تمكين السلاطين لاتباع المذهب الذي اعتنقوه. كان الخلفاء الراشدون وحكام الدولة الأموية وبعض حكام الدولة العباسية لا يتبنون مذهب إمام بعينه، لأن هذه الدول كانت سابقة على عهود الأئمة المعتبرين المشهورين أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد. وكانت هذه الدول تعظم أهل العلم وخاصة أهل الاجتهاد منهم، ويسندون القضاء والمناصب لمن برع في علم الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، فانصرفت الهمم إلى تحصيل علم الكتاب والسنة. ده في عصور إيه؟ في عصور الاجتهاد الأولى. أما في عصر التقليد فإن الحكام في كل مصر، يقصد في كل بلد يعني، في كل مصر من الأمصار وفي كل زمان، تبنوا مذهبا من المذاهب ومكنوا له ونشروه وقصروا مناصب القضاء والإفتاء عليه. إذا كانت الدولة بتحكم بالمذهب الحنفي في القضاء فبيسير معاه في نفس الاتجاه الإفتاء، عشان ما يبقاش في تعارض ما بين القضاء والإيه والإفتاء. يعني في الدولة العثمانية كان القضاء حنفي فلازم المفتي يبقى حنفي، لازم المفتي يبقى إيه؟ حنفي. حتى لما مصر انسلخت من الدولة العثمانية واحتفظت بقوانين الأحوال الشخصية كانت على نفس المذهب الايه؟ الحنفي، والمفتي كمان لازم يبقى حنفي عشان ما يتعارضش القضاء مع الايه؟ مع الافتاء. احنا قلنا دولة صلاح الدين الأيوبي كانت على مذهب الشافعي في القضاء وكذلك الافتاء. والمملكة العربية السعودية منذ 100 سنة وهي تعمل في القضاء بمذهب الإمام أحمد. في عصور التقليد كل دولة تبنت في القضاء مذهب من المذاهب، لكن قبل الأئمة الأربعة كان القضاء شكله إيه؟ كتاب وسنة على ترجيحات القاضي نفسه.
على ترجيحات مين؟ القاضي نفسه. نعم. وقد صرف هذا همم الناس إلى اتباع المذاهب وتقليدها وترك الاشتغال بعلوم الكتاب والسنة. ما هو اللي بيتابع مذهب هنا يقول لك أنا هشتغل بعلوم الكتاب والسنة ليه؟ ما أنا خلاص المذهب رجح لي كل حاجة، فأصبح بيستغني عن علوم الكتاب والسنة. لذلك الشيخ عيد عباسي في كتابه المشهور بدعة التعصب المذهبي بيقول يا جماعة اللي انتوا بتقولوا واجب اتباع مذهب بعينه، لماذا تدرسون اللغة العربية؟ لماذا تدرسون التفسير؟ لماذا تدرسون أصول الفقه؟ لماذا تدرسون كذا وكذا وكذا وكذا؟ أليست هذه العلوم علوم المجتهد، إعداد مجتهد؟ فلما تدرسونها وأنتم توجبون اتباع مذهب المذاهب؟ يعني عايز اقول لهم ايه؟ هذا من التناقض. اللي بيدرس العلوم ديت ما يبقاش مجرد مقلد، على الاقل يبقى متبع، متبع القول بدليله. يعني الشيخ سيد سابق في مقدمه كتاب فقه السنه بيقول وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعيه ما قام به الحكام والاغنياء من انشاء المدارس وقصر التدريس فيها على مذهب من مذاهب المعينة، فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب والانصراف عن الاجتهاد محافظة على الأرزاق التي رتبت لهم كمدرسين في المدارس. سأل أبو زرعة شيخه البلقيني قائلا ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ هو أصبح دلوقتي يعني في عداد المجتهدين، هو ليه قصر نفسه على مذهب؟ فسكت البلقيني فقال أبو زرعة فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة. وأن من خرج عن ذلك لم ينله شيء من ذلك، الوظائف يعني والأرزاق، وحرم ولاية القضاء، وامتنع الناس عن إفتائه، ونسبت إليه البدعة. فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك. وانظر إلى الحال التي وصل إليها العلماء في هذا العصر. قال الشعراني في الميزان عن محمد الدهان النحوي، راجل متخصص في علم النحو يعني، وكان حنبليا، انتقل إلى مذهب الشافعي ثم تحول إلى المذهب الحنفي. الخليفة بيطلب نحويا يعلم أولاده النحو، ولكن هو عاوز نحوي شافعي، فيقولهم أنا شافعي. مطلوب في المكان الثاني نحوي حنفي، يروح لهم انا حنفي. ولو مكان ثالث قالوا احنا عاوزين واحد في النحو يكون مالكي، يقول لهم انا مالكي، ويقول لهم مذهب مالكي كذا كذا كذا، ودول تقول لهم اصل مذهب ابو حنفي بيقول كذا وكذا وكذا، والثالثين يقول لهم اصل الشافعي كان بيقول كذا وكذا وكذا، هو حافظ كل الايه؟ المذاهب. ولكن عشان اكل العيش بيغير الايه؟ المذهب. هم عاوزين واحد نحوي شافعي، بينما هو حنفي بس قابل للتغيير. وبسبب انتصار كل حاكم من الحكام لمذهب معين من المذاهب الأربعة، هم اقتصروا على المذاهب الأربعة، فانقرض كثير من المذاهب كمذهب سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة ومذهب عبد الله بن المبارك وأبي عمرو الأوزاعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والليث بن سعد وداود بن علي وأبي ثور وابن جرير الطبري، كل دول مجتهدين ولهم مذاهب، لكن طلبة العلم ما حملوش المذاهب بتاعتهم كما حملها أصحاب الأئمة الأربعة.
لذلك كانوا بيقولوا بقى الليس بن سعد مصري، كان بيقولوا الليس أفقه من مالك، إلا أن مالك الطلبة بتوعه نشروا مذهبه وطلبة ابن سعد، الليس ابن سعد لم يفعلوا ذلك. ما هي الآثار المترتبة على الجمود الفكري والتقليد المذهبي؟ الآثار المترتبة على ذلك آثار وخيمة، منها ترك الاشتغال بعلوم الاجتهاد، فيترك تدريس اللغة العربية، ويترك تدريس القرآن وتفسيره، ويترك تدريس السنة، ويترك علوم السلف الصالح. فكان قبل التمذهب كان العلماء يجتهدون أو يشتغلون بعلوم الاجتهاد، اللغة والقرآن والسنة وعلم السلف، وكانوا يجتهدون في معرفة وقائع عصرهم ونوازله، وبذلك تتسع آفاقهم وتقوى ملكاتهم ويصبحون منارات يهتدى بها. فلما ترك طلبة العلم علوم الاجتهاد وحصروا أنفسهم في كلام الرجال اللي هي المذاهب يعني وكتب الرجال، انقطعوا عن النهر الفياض الذي يحيي العقول وينير القلوب. وعندما قل العلم كسر التقليد، ونادى كثير من المقلدين بإغلاق باب الاجتهاد. إذا أغلق يا أخواننا باب الاجتهاد، فكيف نتعرف على مسائل نقل الدم، نقل الأعضاء، خدت بالك، طفل الأنابيب، التأمين على الحياة، وهذه المسائل كيف يجيب فيها القائل بالتقليد؟ لأن إمام الشافعي ومالك أبو حنيفة ما حضروش المسائل دي، ما حضروش مسائل التأمين على الحياة أو نقل الأعضاء أو نقل الدم أو استئجار الأرحام أو جراحات التجميل، ما عصروش، ولا حتى الحقنة الإبرة ديت ما عصروهاش. لذلك الشيخ الألباني بيقول له واحد شافعي بيقول له ما تقول في الصلاة في الطائرة؟ طبعا الإمام الشافعي ما شافش الطائرة ولا كانت موجود في أيامه طائرة. هل يجوز الصلاة في الطائرة؟ قال نعم يجوز. قال له أنت جبتها منين؟ طب هات لي أي كتاب شافعي كده بيقول فيه طائرة، وهو مقيد نفسه على كتب الشافعي وآراء الشافعي. قال له أصلا لقيت في كتب الشافعي يجوز الصلاة في الأرجوحة، عارف المرجحة؟ معلقة ما بين السماء والأرض بحبال. قال له يعني أنت قلت الصلاة في الطائرة زي الصلاة في الأرجحة؟ قال له آه. قال له هذا قياس، ولا يقيس إلا مجتهد، وأنت قد ناقضت نفسك. أنت بتقول بعدم الاجتهاد، أنت اجتهدت أصلا لما قست الطيارة على المرجحة وقلت يجوز الصلاة في الطائرة، لأن الشافعي قال يجوز الصلاة فين؟ في الأرجوح. وأمام هؤلاء الذين قالوا أن باب الاجتهاد أغلق، ده معنى الاجتهاد أغلق ده أخوانا أن الشريعة لا تستطيع أن تواكب الأحداث، ده الأحداث ديت ليوم القيامة في أحداث مستجدة، فهل نتهم الشريعة بالقصور في مواكبة الأحداث؟ تبقى شريعة جامدة؟ هي خلاص حكمت لحد عهد الإمام أحمد وما قبله بس، وبعد كده مش هتحكم في إيه؟ أحداث مستجدة في حياة الناس؟ ده يبقى فيها اتهام لمين؟ اتهام لمين؟ للشريعة، هيبقى اتهام للشريعة نفسها إنها مش قادرة تواكب أحداث العصر وتحكم فيها، ولا يحكم في أحداث المعاصرة إلا واحد مجتهد معاصر بيقيس الأمور على نظائرها.
الجواب على هؤلاء أن باب الاجتهاد مفتوح لا يغلق، لا يجوز لأحد أن يناد بإغلاقه. لماذا؟ لأمور عدة، منها الاجتهاد أمر شرعه الله تعالى، الاجتهاد أمر شرعه الله تعالى وأرشد إليه وجعله رابع مصادر الشريعة، رابع مصادر الشريعة بنسميها القياس، اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والإيه والقياس. ولا يجوز لأحد أن يغلق بابا فتحه الله تعالى أو ينادي بإغلاقه. ففي ذلك محادة لله ورسوله. ثانيا، الدعوة إلى إغلاق باب الاجتهاد بحجة أنه لا يوجد من يصلح لهذا المنصب بعد القرن الرابع، هذا رجم بالغيب وقول بالظن وحجر لرحمة الله سبحانه وتعالى. فمن أدراهم بأن الله سبحانه وتعالى لن يوجد مجتهدا ولن يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يبعث في هذه الأمة كل مئة عام أو كل قرن من يجدد لها أمر دينها. يبقى اللي يقول ما فيش تجديد ما فيش اجتهاد بيكذب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حتى عصور التقليد والجمود وجد فيها مجتهدون أمثال ابن القيم وابن تيمية والعز بن عبد السلام والشوكاني والصنعاني، فالواقع كذبهم وحديث الرسول كذبهم أن الله سيقيد لهذه الأمة ها كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ومعنى تجديد أمر الدين إحياء ما مات من السنن، وليس المقصود بالتجديد ما يفعله العلمانيون. يقول لك احنا بتوع التنوير. التنوير يعني ايه؟ يعني تخالف الشريعة. لما يخالف الشريعة يقول لك احنا بتوع التنوير، يعني اتهام للشريعة بالظلام بتسمية الأسماء بغير أسمائها، يعني ليشربن أناس من أمات الخمرة يسمونها بغير اسمها. ثالثا، الاجتهاد ضروري جدا لبقاء الشريعة الإسلامية وحياتها واستمرارها، وذلك لأن الحوادث متجددة غير محصورة، فكان من حكمة الله تعالى أن شرع للمسلمين الاجتهاد يستنبطون بواسطته الأحكام من نصوص الشريعة وقواعدها العامة، ويقيسون الأشباه على الأشباه والنظير على النظير. وقد اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهد الصحابة والتابعون وتابعوهم، فالاجتهاد أمر قد مضى عليه السلف الصالح وخيار الأمة، وعلينا اتباع سنتهم واقتفاء هديهم. من الآثار المترتبة على الجمود الفكري والتقليد المذهبي محاربة الذين يشتغلون بعلوم الاجتهاد. أعلن المقلدون حربا حامية الوطيس على الذين يحاولون الخروج من ربقة التقليد والاجتهاد والاشتغال بعلوم الاجتهاد. وقد اتهم المقلدون هؤلاء الذين أرادوا تخليص الأمة من أدوائها بتهم كثيرة، كادعائهم بأنهم يريدون إنشاء مذاهب جديدة. وأنهم أصحاب بدعة جديدة. وأنهم خالفوا الإجماع. كل هذه اتهامات باطلة. ف
هل نستطيع أن نتهم من أفتى في مسائل التأمين ونقل الأعضاء ونقل الدم واستئجار الأرحام وإجراحة التجميل أنهم مبتدعة لأنهم أصدروا أحكاما في هذه الحوادث، وأن هذه الأحكام لم ترد في كتب الأولين من أهل المذاهب الأربعة؟ الشيخ عيد عباسي في كتاب بدعة التعصب المذهبي قال احنا عاوزين نعمل مذهب خامس، ايه المانع؟ نسميه مذهب الكتاب والسنة والأئمة، كتاب والسنة والأئمة، أئمة كلهم الأربعة وغيرهم، أخذت لك؟ فنأخذ الراجح من كل مذهب، وأحيانا يكون اختلافهم اختلاف تنوع، فنأخذ لاختلافاتهم المتنوعة تنوع، أخذت لك؟ يعني أذان بلال وإقامته وأذان أبي محذور وإقامته ده بيختلف عن ده، لكن الاثنين سنة. تشهد مروي عن ابن عباس عن الرسول، وتشهد صيغة تانية مروي عن ابن مسعود، وتشهد عن ابن عباس، في اختلاف في الألفاظ، لكن ده الرسول قاله وده الرسول قاله، فده اسمه اختلاف ايه؟ تنوع، وكلهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدت لك؟ والمسائل التي يسوغ الاختلاف فيها نوردها على أنه يسوغ الاختلاف فيه، وما لا يسوغ الاختلاف فيها فيها راجح ومرجوح، نأخذ الراجح ونترك المرجوح، ويبقى احنا خدمنا نفسنا بالكتاب والسنة، وآراء الأئمة برضو اتفقنا بيها وانتفعنا بالاجتهادات بتاعتهم ولم نهملهم. وقد نال العلماء الأعلام من هذا شيء كثير، الأئمة في علماء أعلام نالهم أذى، أذى بإيه؟ بالسجن والاضطهاد ومصادرة الكتب، من هؤلاء الذين أوذوا كثيرا من المبتدعة اللي هم المقلدة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قد ناله من المقلدين أذى كبير وسجن بسبب ذلك وتوفي حتى في السجن. وكان تلميذه العلامة المحقق ابن قيم الجوزيه قد سجن ايضا مع شيخه في مده من الزمان. من هؤلاء الذين اوذوا بسبب الاجتهاد الشوكاني، فقد اصابه من المقلدين بلاء، فقد وشوا به عند امراء بلده وحسنوا لهم سجنه بل وسفكوا دمه. وفي أوائل القرن الثالث عشر الهجري اتهم العلامة علامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي اللي له تفسير اسمه ايه؟ اسمه محاسن التأويل، اتهم هذا الشيخ بتهمة خطيرة هي الاجتهاد، وألفت له محكمة خاصة ودعي للمسؤول أمامها وفتشت كتبه وصدرت فترة من الزمان. دي من آثار الإيه يا أخوانا؟ من آثار المترتبة على الجمود الفكري والتقليد المذهبي، ومن آثارها أيضا شيوع المناظرات والجدل، يعني كان اللي بيناظر بيناظر عن المذهب ويدافع عنه راجحه ومرجوحه. مثل هذه المناظرات مذمومة لأن صاحبها لا يبتغي الحق في مذهبه وفي مذهب الآخرين، لو يبتغي الحق يبقى محمود، لو إنه بيدافع عن المذهب الراجح ومرجوح يبقى مناظرة إيه؟ مذمومة وجدل مذموم. ومن الآثار الخطيرة للخلاف والانقسام شيوع المناظرات والجدل، وكانت تعقد لا لبيان الحق والتوصل إلى مراد الله من كلامه، وإنما انتصارا للمذهب وردا لأقوال الخصوم من أصحاب المذاهب الأخرى.
وقد ذكر أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين آفات هذه المناظرات وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق، مش أخلاق بس، مهلكات الدين والأخلاق. فقال: واعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف والتشدق عند الناس والمماراة واستمالة وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله تعالى المحمودة عند عدو الله إبليس. شوف كلام الإمام الشافعي لما يقول لك إيه، يقول لك: ما ناظرت أحدا وباليت مع من ستكون الحجة، إن كانت مع خصم صرت إليه. متعصب المذهب ما يعملوش كده، بيدافع عن المذهب ويستميت. إمامه نفسه بيقول: ما ناظرت أحدا وباليت مع من ستكون الحجة، إن كانت مع خصم أنا صرت إليه. وما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن تكون الحجة مع خصمي، لأن أضمن نفسي أصير إليه ولا أضمن لخصمي أن يصير إلي. يا رابعا من الآثار المترتبة على الجمود الفكري الاختلاف والعداوة والبغضاء. إن الوحدة والألفة والمحبة من نعم الله تعالى، التي أنعم بها على هذه الأمة، إذ قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكان من أعظم مصاب المسلمين تفرقهم إلى شيع وأحزاب ومذاهب، وحلول العداوة والبغضاء محل المحبة والمودة بين أتباع هذا الدين. ثم هجران بعضهم بعضا وسفك بعضهم لدماء بعض، كل هذا نتيجة إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى رد أمر المسلمين برد المختلف فيه إلى الكتاب والسنة، فردوهم إلى آراء الرجال. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى الكتاب والسنة. إن المشكلة ليست في وجود مذاهب اجتهدت في إيجاد أحكام، المشكلة في التعصب للمذهب بالحق وبالباطل. إن كان في متن الكتاب اللي شرحه النووي المهذب، شرحه بقى المجموع، في متن المهذب نفسه اللي هو بيحكي مذهب الإمام الشافعي، في كتاب القضاء بيقول إيه؟ بل ولا يجوز القضاء على مذهب واحد لأن الحق لم يجتمع في مذهب واحد. الحق هتجده في المذاهب كلها، فأنت تطلب الحق حيثما كان الحق، في مذهبك أو في مذهب الآخرين. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: يا داود إن إيه؟ إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. الحق هذا ليس في مذهب واحد، تفرق الحق في المذاهب كلها. الفرق بين اختلاف المجتهدين والمقلدين، هل هناك فرق؟ اختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء المجتهدين، وكان اختلافهم عن ضرورة واختلاف طبيعي في الفهم، ليس اختيارا للخلاف، ومثل هذا لا يمكن التخلص منه. ده احنا عارفين يعني افضل اثنين بعد الرسول كان ابو بكر وعمر،
كان أبو بكر يرى المساواة في العطاء، أما يطلع من بيت المال فلوس يدي كل الناس بالمساواة. عمر قال لا أساوي بين من سبق إلى الإسلام ومن تأخر، اللي سبق ياخد أكتر. الأراضي المفتوحة في الجهاد والفتوحات الإسلامية كان أبو بكر بيوزع الأراضي ويوزع العقار ويوزع الملابس ويوزع كل الغنائم على الغانمين. سيدنا عمر كان يقول لك هنوزع كل حاجة ما عدا الأرض، فأوقف الأراضي المفتوحة على بيت المال، اللي يزرعها يا جماعة يدفع إيجارها عشان بيت المال نلاقي فيه فلوس للصرف على الجيوش اللي هتفتح أرض بعد كده ليست قابلة للزراعة. في أرض اسمها أرض السواد، الأرض السمراء اللي بتزرع. فين أرض السواد في البلاد العربية؟ في العراق وفي سوريا وفي الشام، كل دي أراضي زراعية. في مصر وفي دول أراضي بتاعتها صحراوية، يبقى هياخد من الأراضي السمراء ريع يصرف بيها على الأراضي الأخرى المفتوحة اللي ما بتزرعش. وده اجتهاد من سيدنا عمر بن الخطاب أنه أوقف الأرض المفتوحة على بيت المال، وصار اللي بيزرع فيها يدفع ما يسمى بالخراج. لو كان اللي هو بيزرع فيها مسلم بيبقى يدفع الإيجار، لو اللي بيزرع فيها غير مسلم بيدفع الخراج، اسمه خراج الأرض. فالاختلاف عند الاجتهاد أمر طبيعي، وكل واحد بيحاول يدي تعليل أو دليل لما ذهب إليه. أما المقلد فإنه لا يطلب دليل ولا يلتمس دليل. أما المقلدون فإن الواحد منهم يظهر له الدليل من الكتاب والسنة، فلا يدع مذهبه وينبذ كتاب الله وراء ظهر. دي المشكلة بقى، دي المشكلة، انك لما تعرف رأي امامك بيخالف الكتاب والسنة تقوم تتبع الامام. تقابل واحد ساحب كلب وراه، تقول الكلب ده نجس وهينجسك، واذا ولغ الكلب في احدكم فليغسله 7 مرات، فانت ممكن تنجس الثياب والاساس وكل حاجة. يقول لك اصل انا مالكي، لما مالك قال الكلب مش نجس. مشكلة يزوجوا المرأة تجيب ولي من الشارع وأبوها موجود وأخوها موجود وعمها موجود. طب يا جماعة ما ينفعش، لازم ولي، والولي ده عصبة. يقول لك أصل مذهب أبو حنيفة قال كده. طب الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، لا نكاح إلا بولي وشاهدين. لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها، لا هي تبقى ولية لامرأة ولا تجوز نفسها. 3 أدلة عن الرسول حديث، وتلات أئمة، ولك أصل أبو حنيفة قال في مسألة الزواج بدون ولي. متى أسقط في أيديهم؟ لما طلبات الجامعة راح اتجوزوا طلبة الجامعة في الشقق المفروشة من غير والي، بقت مصيبة ولا ما بقتش؟ بقت مصيبة. لم يؤد اختلاف الصحابة والأئمة المجتهدين إلى التباغض والتفرق. كان الإمام مالك بيمدح في أبي حنيفة، والإمام الشافعي بيمدح في مالك، والإمام أحمد بيمدح في الشافعي، وبيحبوا بعض خالص، ما فيش بينهم عداوة. شوف بقى المقلدين لهم، يقول لك الحنبلي ما يصليش وراء الشافعي،
والشافعي والشافعية ما يجوزاش حنفي حتى في الصلاة حتى في الزواج. ما هو الأحناف جم مرة قالوا الحنفي لا يتزوج شافعية لأنها إذا سئلت هل أنت مؤمنة تقول أنا مؤمنة إن شاء الله، فقد شكت في إيمانها فلا يجوز الزواج منها، والبعض أجازها قياسا على الكتابية. طب ايه سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف ان الاحناف قالوا الايمان هو التصديق بمعناه اللغوي، والشافعية قالوا الايمان تصديق اساسه واصل التصديق وكماله الاعمال، مش كده؟ وكماله الاعمال. فلما بتقول ان شاء الله بتنفي كماله مش بتنفي اصله، فهم الاحناف قال لا ده بتنفي الاصل، لانهم عندهم تفسير للايمان اللي هو الايمان العقدي بس، ما بيعتبروش الاعمال من الايمان. وربنا قال عن الصلاة وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني صلاتكم، فسمى الصلاة هي من الاعمال ايمان. فانظر بقى الامر وصل لحد فين، ان الحنفي ما يتجوزش الشافعية. وكانوا في الازهر زمان كل مذهب بيصلوا وراء امام، فتلاقي اربع جماعات باربع ائمة، ده حنفي وراه احناف، وده مالكي وراه مالكية، وده وهكذا. كان في الازهر ايام التعصب يعني القديم يعني. بعض الإخوة بيقول لو دخلت مسجد ولقيت الإمام في صلاة الفجر بيقول القنوت بتاع الفجر، بعض المذاهب بتعتبره بدعة والإمام الشافعي بيعتبره سنة، والبعض يقول ده خلاف سائغ ما بين الأئمة، وهذا من الأحكام العملية. الاستشكال في إيه بقى؟ الاستشكال في إن واحد لا يرى القنوت في الفجر، في الفجر فقط يعني، ودخل مسجد يصلي وراهم ولا روح البيت. فانا بنقول له بقى لو ان الامام المسجد ده هو الامام الشافعي، والامام احمد دخل لقى الامام الشافعي بيصلي، ايه رايك هيعمل ايه الامام احمد؟ هيصلي وراه. ها، ده الامام احمد كان بيدعي للامام الشافعي في كل صلاة، لحد ما ابنه قال له يعني ايه الامام الشافعي بتدعي له كل صلاة؟ قال له يا بني ان الامام الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، فهل فيهما من غنى؟ ومع ذلك كانوا بيختلفوا في بعض الاحكام، لكن اختلافهم ما كانش يفسد للايه؟ للود قضية، كانوا حبايب يعني. لكن المقلدة بعد كده عادى بعضهم بعضا، لدرجة أنهم قالوا لا يجوز فلان المذهب ده ما يصليش ورا المذهب ده، والمذهب ده ما يتجوزش من المذهب ده. ده فرق ما بين الأئمة نفسهم وبين مقلدة الإيه؟ المذهب. في فرق ما بينهم. يعني الزمن ده يا شيخنا اللي احنا فيه ده أحسن وأفضل من عصور التقليد؟ عصور التقليد ده كانت صعبة. ده حصل انفتاح دلوقتي يعني، وفي طلب للعلم، وفي دراسة، وفي مدارس للعلوم الشرعية زي اللي انتوا فيها دلوقتي. لا زال التعصب عند اللي بيدرسوا مذاهب. انت بقى دخلت أزهر احتكيت بالمذاهب بس، ده لحد عهد قريب بدأوا يغيروا المناهج بتاع المذاهب دي. الشيخ سيد طنطاوي نزل كتب من تأليفه في الفقه ليست على مذهب واحد يعني. وهو كتب في العقيدة وكتب في الفقه وكتب في كل حاجة يعني. الأزهر بقى كله كل كتاب هتلاقي شيخ طنطاوي شيخ طنطاوي شيخ طنطاوي.
من ضمن الآثار المترتبة على الجمود الفكري والتقليد المذهبي الاشتغال بالفرضيات والمسائل المستحيلة الوقوع. هم لو ولدوا مسائل قابلة لأن تقع ويطلب لها حل ما فيش مشكلة، لكن ممكن يفترض أشياء مستحيلة، خدت بالك، مش على بال الناس، ويفترض لها حلول. بعض الأئمة بيعتبر هذا تضييع للوقت. يعني من الأئمة الذين لم يشتغلوا بتوليد المسائل الإمام أحمد، بيسموه الفقه التقدير، قدر حصل كذا يبقى الجواب ايه، وقدر حصل كذا يبقى الجواب ايه. واحد طلق طلقة كاملة، واحد طلق نص طلقة، واحد طلق ربع طلقة، ما الحكم؟ واحد طلق شعرها، واحد طلق رجلها، واحد طلق ضفرها، يبقى الحكم ايه؟ موجود الكلام ده في كتب الفقه ولا لا؟ هي دي توليد المسائل. افرض الكعبة راحت زارت ولي، نصلي ليه بقى، للولي ولا للكعبة؟ هي كعبة اتنقلت يا اخوانا من مكانها. ما هو الراجل كتب الكلام ده والله، بيقول لك ايه؟ وعن كيفية الاتجاه في الصلاة اذا رفعت الكعبة عن مكانها لزيارة اصحاب الكرامة. مين اصحاب الكرامة؟ الاولياء، خدت بالك؟ هل يصلى الى مكانها ام الى ارضها، وغير ذلك من الامور الفرضية التي اضعوا فيها ايه اوقاتهم. واضحكوا العقلاء منهم بسبب ضحالة تفكيره. وفي مسائل تانية بقى يعني ايه تثير الضحك. يعني هو من المسائل اللي كان برضو جايبها عيد عباسي في بدعة التعصب المذهبي، المسائل الفرضية دي حاجات مضحكات يعني. كاتب ايه كمان؟ ومن امثلة هذه المسألة التي يألم المسلم لمجرد ذكرها ما بحثه المتأخرون من الفقهاء عن حكم صلاة من حمل قربة من الايه؟ اخو الضراط. تقول لي ما الضراط؟ خدتنا حاجة زي كده. مش بقول لك بينقض الصلاة بول وغائط وخروج ريح، وصلت؟ هي دي هي دي وصلت؟ طيب، موقف المسلم من الأئمة. والله الأئمة دولت معذورين، اجتهدوا. المشكلة مش في الأئمة، ده حتى أول جيل بعد الأئمة كانوا فاهمين. ما بقول لك محمد بن الحسن وأبو يوسف خلفوا الإمام أبي حنيفة في تلت المذهب، يبقى خلفوه في تلت المذهب، يبقى كانوا مجتهدين ولا لا؟ المشكلة في المقلدة اللي بعد كده، الصف الأولاني دولت مجتهدين، خدت بالك؟ المزني ومش عارف مين ومين ومين من الشافعية كانوا مجتهدين، خدت بالك؟ ومن أئمة ومن أصحاب مالك مجتهدين، ومن أصحاب الشافعي كانوا مجتهدين، خدت بالك؟ المشكلة في المقلدة المتأخرين. الأئمة أصحاب المذاهب الفقهية من خيرة علماء الأمة، وقد بذلوا قصارى جهدهم في دراسة النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعلماء التابعين وأتباع التابعين، وقد بذلوا قصارى جهدهم في تفقيه المسلمين وحملهم على اتباع الحق، وتخرج بهم جمع كبير من أصحابهم وتلاميذهم، وبقيت مناهجهم في فقه النصوص وفهمهم لهم منارا يستفيد منها طلاب الحق وطلبة العلم، ولا زالت كتبهم التي دونت
أو التي دونها تلامذتهم ثروة نستفيد منها. وعلى كل مسلم أن يعرف لهم فضلهم ويدعو لهم ويستفيد من علمهم. ولكن تبقى مذاهبهم فقها للكتاب والسنة، اعتبر المذاهب ديت بتفهمك نصوص الكتاب والسنة، بتفهمك، تضم إلى فقه الصحابة وعلماء التابعين وأتباع التابعين. ويبقى الكتاب والسنة قبل ذلك وبعده نهرا فياضا لا يمكن أن تحده فهم الفقهاء. ويجب أن تبقى صلة المسلمين وخاصة العلماء منهم، تبقى صلتهم بإيه؟ بالنهر الفياض والنبع الصافي، أقصد بذلك الكتاب والسنة. ما في فرق بين إنك تاخد المذاهب دي تفهمك الكتاب والسنة وبين إنك تاخدها تستغني بها عن الكتاب والسنة، في فرق ولا ما فيش فرق؟ دعوة إيجاب تقليد واحد من الأئمة أوجب طائفة كبيرة من الفقهاء الذين جاءوا بعد عصر الأئمة المجتهدين، أوجبوا التقليد وقصروا الأخذ بالكتاب والسنة على من بلغ رتبة الاجتهاد. وهذا الرأي هو الذي عليه أكثر الفقهاء في عصر التقليد. أنا كنت ذكرت لكم من قولهم، قالوا عدم المذهبية طريق إلى اللادينية. نقول لهم هذا إذا اتبع رخص العلماء، ترك المذهبية يكون طريق إلى اللادينية إذا ترك المذهب واتبع العلماء في رخصهم وسقطاتهم ومرجوحاتهم، يبقى كده بينخلع من الدين. أما إذا اتبع الراجح من الإيه؟ إذا اتبع الراجح من أقوالهم ما يوافق الكتاب والسنة، يبقى خروج إلى الدينية ولا اللادينية؟ إلى الدين نفسه. ما هو الدين نفسه كتاب وسنة، الدين نفسه كتاب وسنة، فإحنا هناخد من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة، وهذا هو الدين. وأغرق فريق وأوغل في دعوة إيجاب تقليد واحد من الأئمة الأربعة دون غيره، وحرموا تقليد الصحابة وعلماء التابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة. يعني بيقول لك اللي يتبع مذهب ملوش دعوة بالثلاثة الباقيين، ما يعرفهمش. جاء في جوهرة التوحيد وواجب تقليد حبر منهم، أي من الأئمة الأربعة. وقال الباجوري في حواشيه على الجوهرة عند هذه العبارة: ولا يجوز تقليد غيرهم ولو كانوا من الصحابة، لأن مذاهبهم لم تدون، اللي هم الصحابة يعني، ولم تضبط، ولكن جوز بعضهم ذلك في غير الإفتاء. وبعض الذين يوجبون تقليد واحد من الأئمة الأربعة يرون أن أقوال الأئمة مقدمة على نصوص الكتاب والسنة، ده كلام ينفع؟ ده واحد بيقول للإمام الشافعي ما تقول في المسألة كذا كذا، قال له أقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، جاوبه بالحديث. قال له وترى ذلك؟ يعني انت بتقول بالحديث ده؟ قال له انت شايفني طالع من كنيسة؟ اتراني حول وسط زنارا كانوا بيلبسوا حاجات كده حول وسطهم عشان يتميزوا بها انهم اهل كتاب، يتميزوا بها عن المسلمين.
نعم أقول به، ولا يسعني إلا أن أقول به بقول النبي عليه الصلاة والسلام. ويحرمون على المقلد أن يأخذ من المذاهب الأخرى، ويتعللون لذلك بعلل سقيمة كقولهم علماؤنا السابقون أعلم منا بالنصوص. وهو ده كلام إيه؟ العامي الجاهل. العامي الجاهل ده مذهبه مذهب اللي بيفتي، لا يعرف يعني إيه دليل، ما يعرفش يعني إيه دليل، يقول لك اديني الحكم وبس، هو خلاص مستوى علمه كده، فهو معذور، العامي معذور. احنا عاوزين نقول للعامي لما يكون مقلد هو معذور، غير طلب العلم. انت عامي ولا طالب علم؟ بس هي دي، هو ده السؤال. انا هضرب لكم مثال على ان العلمي لا يميز يعني ايه دليل، مثال واقعي جدا. جماعة بيتناقشوا، إذا دخل رجل المسجد والإمام يخطب يجلس ولا يصلي ركعتين؟ فالبعض قال يجلس. ليه يا جماعة يجلس؟ فذكر تعليل، ما ذكرش دليل، في فرق ما بين تعليل وبين دليل كتاب وسنة يعني. قال التعليل هو هيبقى منشغل بالصلاة ولا بسماع الخطيب، فبكده يعني هيبقى منشغل يا بالصلاة يا بالخطيب، فاحنا قلنا لهذه العلة يجلس. ده رأي قال كده. الرأي الثاني قال ايه؟ قال ان سليك الغطفاني دخل المسجد والرسول يخطب، فجلس سليك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين. من اللي قال له؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقام سليك فركع ركعتين. ده ذكر تعليل والتاني ذكر دليل من ايه؟ من فعل الرسول. طب انت كطالب علم بترجح ايه بقى؟ عشان انت طالب علم قلت الرسول حكم، خلصت. انا مش هسيب كلام الرسول وامشي وراء الايه؟ التعليل، مش كده؟ العام يقولك لا انا شايف انه يقعد. ليه هو ما يعرفش يعني ايه دليل؟ صح كده؟ ما يعرفش يعني ايه دليل، ما يعرفش ايه يعني ايه الرسول قال ان تلتزم بقوله، فعجبته العله اللي ذهب اليها عقله وقال لك لا يقعد احسن. هو ده الفرق ما بين العامي وما بين الايه؟ طالب العلم اللي عارف يعني ايه دليل. من الطرائف المضحكه برضه الشيخ نجيب مطيعي رحمه الله اللي هو عمل بقيه المجموع، وكان الشيخ ابو اسحاق بيحضر له مجالس العلم. فبقول لك جاله طالب بيستفتي، قال له الحكم في المساله اللي انت بتذكرها كذا كذا يجوز. فالطالب بيقول له ما الدليل؟ قال له لو انت من اهل الدليل ما كنتش جيت تسالني. لو انت تعرف يعني ايه دليل ما كنتش جيت تسالني. هو عاوز يقول له اللي بيجي يسالني العامي اقول له الحكم كذا، ياخد الحكم ويمشي يطبقه خلاص. لكن انت عارف يعني ايه دليل؟ يعني انت بتفتح الكتاب، يعني انت هتعرف الحديث ده ممكن يبقى صحيح ممكن يبقى ضعيف، ممكن ترجح بمساعده العلماء. اذا كنت من اهل الدليل ما تسالنيش عن الدليل، اذا كنت عم يعني فانت لسه من اهل الدليل. الغلو في التقليد، وانا كنت ذكرت لكم هذه قبل ذلك، ان ابا الحسن القرخي رئيس الحنفيه او رئيس الاحناف في العراق في عصره كان يقول كل آية تخالف ما عليه اصحابنا اللي هم الاحناف يا اما مؤوله يا اما منسوخه، وكل حديث يخالف المذهب عنده كذلك مؤول أو منسوخ.
يبقى الحكم ليس للحديث ولا للايه ولا للايه، الحكم للامام. قال شيخ تاني اسمه احمد الصاوي من الغلاف التقليد بيقول ولا يجوز تقليد ما عدا الائمه الاربعه، كان الائمه الاربعه دول هم اجماع الامه. يعني الائمه الاربعه دول جمهور ولا اجماع يا جماعه؟ جمهور مش اجماع، لان الاجماع هيبقى فيه سفيان بن عيينه وسفيان الثوري والليث بن سعد وربيعه الرأي والطبري وفلان ممن ذكرهم من الائمه. يقول ولا يجوز تقليد ما عدا الاربعه ولو وافق قول الصحابه والحديث الصحيح والايه، ده غلو. فالخارج عن المذاهب الاربعه ضال مضل. الكلام ده ممكن يتحاكم به شيخ الاسلام ابن تيميه ويدخل السجن. ليه؟ لانه خلف الائمه الاربعه في بعض المسائل. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. يعني شيخ الاسلام ابن تيميه خرج برأي يخالف الأئمة الأربعة زي مسائل إيه؟ الحقنة الشرجية، كل ما دخل الجسم عند الأئمة الأربعة يفطر سواء كان من السبيلين أو من أي سبيل، كل ما يدخل الجسم يفطر. الشيخ الإسلام ابن تيمية قال لا، الحقنة الشرجية ليس المقصود بها التغذية، المقصود بها استفراغ ما في البدن، كمن اشتم شيئا من المسهلات فاستطلق بطنه. بالتالي عند شيخ الاسلام الحقنه الشرجيه ايه؟ لا تفطر، لانها لا تغذي ولا توصل الى المعده، بل يراد بها استفراغ ما في البدن. عند الائمه الاربعه تفطر. من اعتقد غروب الشمس فاكل وشرب في رمضان ثم طلعت الشمس، الأئمة الأربعة قالوا يقضي يوم مكانه، عشان في واحد من رواة الحديث قال سئل قال لابد من القضاء. شيخ الإسلام قال اللي راوي الحديث اللي قال لابد من القضاء ده ما لزمناش كلامه، لأنه راوي وده رأيه وليست روايته، إنما الرواية اقتصرت على أن الصحابة ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة في زمن الرسول حصل غيامة للشمس فظنوا ان غروب فافطروا بعدها طلعت الشمس. معذورين ولا مش معذورين؟ الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ايه؟ نقل الينا فطرهم بالحديث، ولو انهم قضوا لنقل الينا قضاؤهم كما نقل الينا فطرهم، وربنا بيقول ليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يبقى الشيخ الاسلام خالف الائمه الاربعه في هذه المساله ايضا. يبقى دي مساله رقم اثنين، الشيخ الاسلام خالف فيها الائمه الايه؟ الاربعه. وقال ان الحديث قال انهم فطرهم لانهم من الشمس حصل لها غيام. معهمش ساعه بتقول فاضل خمس دقائق وفاضل 10 دقائق. ما كانش في ساعه. كان في الشمس راحت المغرب جه. بس الشمس راحت بالغيوم مش بالغروب. ثم طلعت الشمس بعد ما افطروا امسكوا. احد رواة الحديث لما سئل هل من قضاء قال لابد من القضاء، الشيخ الاسلام قال ده راي الراوي وليست روايته، الروايه اقتصرت على انهم افطروا ولو كانوا قضوا لنقل الينا ايضا انهم قضوا. كلام منضبط ولا مش منضبط؟ بس هو خلف فيه الائمه الاربعه. هنا بقى الشيخ احمد الصاوي بيقول لك لو خالفت الائمه الاربعه ضال مضل، يعني لو الشيخ الاسلام ابن تيميه واحمد الصاوي ده قلب عليه الخليفه كان يوديه السجن. حصل؟ ما هو دخل السجن في دمشق ودخل السجن فين؟ في القاهره. هنا كان في القلعه وهناك في قلعه برضه. انظر إلى هذا الغلو المشابه لغلو اليهود والنصارى في أحبارهم ورهبانهم
حيث حرم تقليد غير الأئمة الأربعة. ولو كان المقلد أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا أو غيرهم من الصحابة الكرام، وزاد الطين بلة بوجوب تقليدهم ولو كان غيرهم معه نص حديث صحيح أو آية قرآنية، بل صرح بأن الخارج عن مذاهب الأربعة ضال مضل وأنه قريب من الكفر، وبلغ غاية الإسفاف عندما زعم أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. يا من أخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، طب إيه رأيك بأن الأئمة الأربعة أخذوا بظواهر الكتاب والسنة؟ فهل لا يجوز لغيرهم ما يجوز لهم؟ ده بقول لك معرفتك بآية أو حديث بمجرد علمك بيها يجب العمل بيها، ومش محتاجة منك، هو في الكلام اللي جاي ده مش محتاج منك الاجتهاد، تطبيقك للآية والحديث مش محتاج منك الاجتهاد. أمال إيه اللي محتاج الاجتهاد؟ الحكم اللي مش واضح فيه آية أو حديث، وانت عاوز قياس، والقياس عاوز أياس، والأياس هو المجتهد، هو ده المحتاج الاجتهاد. حكم ليس فيه آية أو حديث بظاهرها، بقول لك الحكم الموجود بالآية والحديث مش محتاج منك اجتهاد، محتاج منك علم بيها عشان تطبقها بس. الاجتهاد محتاجينه فيما غاب فيه دليل كتاب وسنة وإجماع، بتحتاج فيه العمل القياس، هنا يظهر فضل المجتهد. وهل كل المسائل اللي احنا درسناها عن الأئمة كلها اجتهاد، ولا غالبها أدلة مباشرة ظاهرة؟ ده هو بعد كده برضه هيقول لك ان الأئمة الأربعة دولت المنابع المصادر بتاعتهم في الاجتهاد واحدة، مصادرهم في الاجتهاد كتاب وسنة وإجماع وقياس، فلذلك اختلافهم كان في مسائل بسيطة وليست في كل الايه، ليست في كل المسائل. الرد على من أوجب التقليد، لا دليل على الوجوب، دعوة إيجاب التقليد دعوة مرفوضة، فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب التقليد. ثم التقليد مخالف لما كان عليه الحال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل مخالف لما كان عليه الأئمة رحمهم الله، فقد كان في المسلمين في تلك الأيام علماء وفيهم عوام، فكان عوام المسلمين يسألون العلماء عما يعرض لهم من مشكلات، وكانوا يسألونهم عن حكم الله تعالى في المسألة، ولم يوجبوا على المسلم أن يلتزم قول عالم من العلماء لا يتعدى. يعني النهاردة عنده مسألة هيروح للعالم الفلاني، عنده مسألة تانية وهو في بلد تانية هيروح لعالم تاني، وهكذا مش هيلتزم بكل أقوال العالم. يقول ابن عبد البر رحمه الله: أما التقليد فهو قبول قول الغير من غير حجة، من غير ما تسأله عن دليل يعني،
فمن أين يحصل به علم وليس مستند إلى قطع؟ هو في نفسه بدعة محدثة، لأن نعلم بالقطع أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين، ما كانش في مذهب في الفقه عثماني ها ولا علوي ولا أبي ولا بكري ولا شيء من ذا، إنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة أو ما يتوخض بينهم من النظر عند فقد الدليل. طيب، في الرد على من أوجب التقليد قلنا أولا لا دليل على الوجوب، ثانيا الإجماع على عدم وجوب تقليد عالم بعينه. من الذين استنكروا قول من زعم وجوب تقليد أحد الأئمة الأربعة الحافظ العراقي محدث، الزركشي، عز الدين بن عبد السلام، النووي. وكان عز الدين يذكر إجماعين يدلان على عدم وجوب تقليد شخص بعينه. الإجماع الأول إجماع الصحابة على أنه يجوز للعام استفتاء أي عالم في مسألة. الإجماع الثاني إجماع الأمة على أن من أسلم لا يجب عليه اتباع إمام معين، فإذا قلد معينا وجب أن يبقى ذلك التخيير المجمع عليه حتى يحصل دليل على رفعه. يعني لا يلزم أن كل واحد أسلم نقول له مذهبك إيه. أنت عارفين الطالب لما كان بيطلع من سنة ستة يروح إعدادي في الأزهر كان يقولوا له مذهبك، يقول له استنى ما أقول لأبويا وأجي أقول لك، أشوف مذهب أبويا إيه وأجي أقول لك مذهب إيه. وهو بيقول له الطالب يعرف ما أعرفش يعني إيه مذهب، يا يختار يا المدرس بقى يختار له بقى إيه، يقول لك الفصل الحنفي كمل والفصل الشافعي كمل ناقص ملكي يبقى أنت ملكي. معلوم من دين الإسلام أن من دخل في الإسلام ها واحد طلع من دين النصارى أو اليهود ودخل الإسلام نقول له أنت عاوز مذهب إيه تدخل عليه؟ حد بيقول كده؟ لا يلزم هذا، لا يلزم. قال العراقي نقلا عن النووي الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزم الشخص التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء لكن من غير تتبع الرخص. الحتة اللي هم خايفين منها أن أنت منكش مذهب تتتبع الرخص، تشوف من اللي أباح الغناء والموسيقى تمشي وراه، من اللي قال الكلب طاهر تمشي وراه، من اللي قال الزواج من غير ولي يجوز تمشي وراه. خدت بالك؟ طب كل واحد له سقطة، انت يبقى انت مجمع السقطات ها؟ فالحافظ العراقي اللي بيقول ايه الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزم الشخص أن يتمذهب بمذهب معين، وليس معنى ذلك أنه يتبع رخص العلماء بل يتبع الرأي الراجح بدليله من الكتاب والسنة، وهذا هو الدين. الدين قال الله قال رسوله.
يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي معقبا على قول الصاوي اللي قال فيه لا يجوز الخروج عن الأئمة الأربعة، ولو كانت مخالفة، ولو كانت أقواله مخالفة للكتاب والسنة، وإن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، ده أي جرأة، أي جرأة على الدين إن يتقال فيه الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر؟ وهل اتبع العلماء الأئمة الأربعة اتبعوا ظواهر الكتاب والسنة؟ فكيف؟ يقول هذا من أشنع الباطل وأعظمه، وصاحبه من أعظم الناس انتهاكا لحرمة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ده كلام الشيخ أمين الشنقيطي ردا على قول الصاوي. والتحقيق الذي لا شك فيه، وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة علماء المسلمين، أنه لا يجوز العدول عن ظاهر الكتاب والسنة في حالة من الأحوال بوجه من الوجوه، حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح. والقول إن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يصدر عمن لا علم له بالكتاب والسنة أصلا، لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما كفرا عياذا بالله. إن إيجاب التقليد أدى إلى هجر الكتاب والسنة، وأدى إلى الاستغناء عنهما في جميع الأحكام، لأن المجتهدين معدومون بعد القرن الرابع كما يزعم المقلدون. بعد القرن الرابع وقرون الأئمة الأربعة ما عادش فيه مجتهدون كما يزعم المقلدون، لكن في الواقع أن عصور الجمود نفسها كان فيها مجتهدين، ذكرنا منهم ابن تيمية وابن القيم والعز بن عبد السلام والشوكاني والصنعاني. فها هنا مقدمتان كما يقول الشيخ الشنقيطي. المقدمة الأولى أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين، ده على قول مين؟ المقلدة. الثانية أن المجتهدين بعد القرن الرابع معدومون انعداما كليا، فقد نتج عن هاتين المقدمتين أن العمل بالكتاب والسنة بعد القرن الرابع ممنوع منعا باتا، ممنوع الاقتراب على جميع الناس بعد القرن الرابع. ينفع كلام ده؟ وليس للمسلمين إلا الاستغناء بالمذاهب المدونة، لحد ما ذكرت لكم إن واحد من الأحناف بيقول لو نزل عيسى ابن مريم مش هيحكم بالكتاب والسنة، هيحكم بالمذهب الحنفي، مش عارف هيجيبه منين ساعتها، هيسأل أحناف. هيترك عيسى ابن مريم القرآن ليحكم بالمذهب الحنفي يا جماعة؟ مين يقول كده يعني؟ الأحناف.
لقد أوجب الله على أهل العلم إذا نزلت بهم نازلة أن يتجهوا إلى الكتاب والسنة، والمقلدون إذا نزلت بهم نازلة زعموا أن الواجب عليهم الاتجاه إلى قول الإمام. افرض قول الإمام ما جابش النازلة الحديثة في عصرنا دي، يعمل بقى. رابعا، الزعم بأن العمل بالكتاب والسنة وقف على المجتهدين ده كلام باطل. هو في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا خاطب بالقرآن مين؟ خاطب المؤمنين وخاطب الكفار، خاطب الناس جميعا. هل اشترط في المخاطبة للناس جميعا أن يكونوا كلهم مجتهدين؟ ولا أقيمة الحج على الجميع؟ بس هي دي، ولازم يبقى المخاطب بالكتاب والسنة يكون مجتهد، ولا يكفي في العلم بحكم الآية أن يطبق الآية، يكفي العلم بدلالة الحديث فيعمل بالحديث؟ خدت بالك؟ لأن الاجتهاد ده زي ما قلنا في مسائل اجتهادية محتاجة نظر وقياس، وليس فيها الدليل صريح من كتاب وسنة، ليس فيها نصوص صريحة. أما النصوص الصريحة مش محتاجة المجتهد، محتاجة العلم به بس لتطبيقها، لتطبيقها. فالزعم بأن العمل بالكتاب والسنة وقف على المجتهدين ده كلام باطل. كل من علم شيئا من الكتاب والسنة لابد له من العمل به والأخذ به. يعني ربنا ما يقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، محتاجة مجتهد عشان خاطر يطبقها؟ يعني محتاجة مجتهد؟ ده حتى تطبيقاتها في السنة معلومة. أقيموا الصلاة تطبيقاتها في السنة معلومة ولا محتاجة مجتهد؟ وآتوا الزكاة تطبيقاتها في السنة أيضا معلومة، يكفي العلم بها لتطبيقها. ولا يجوز أن يدعه لقول أحد، اللي هو العلم بالكتاب والسنة. والأدلة على ذلك كثيرة. أولا، النصوص من الكتاب والسنة الآمرة بذلك أمرا عاما مطلقا غير خاص، غير خاص بفريق من الناس دون غيرهم. وتخصيص هذه النصوص بالمجتهدين الجامعين لشروط الاجتهاد المعروفة عند متأخر الأصوليين يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه. والنصوص في هذا كثيرة، منها قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. والمراد بما أنزل القرآن والسنة وليس آراء الرجال. انتوا فاكرين أصل ابن عباس لما قال للاثنين متحاورين قدامه تكاد السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر؟ ألا ينسحب هذا على من يقول قال الشافعي وقال أحمد عند وجود النصوص من السنة؟ أجمع المسلمون أن الكفار الذين واجههم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مطالبين بتدبر القرآن والأخذ به والعمل به، مع أنهم لم يحصلوا على شروط الاجتهاد. وقد أنكر الله تعالى على الكفار عدم تدبرهم للكتاب، فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ المسألة دي بقى رقم ثلاثة، شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد.
اللي هي الأمور اللي فيها قياس، والأمور المنصوصة في نص الكتاب وصحيح السنة لا يجوز الاجتهاد فيها الأحد، ولا يصح الاجتهاد فيها البتة، ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف الكتاب والسنة. وفي ذلك يقول الأصوليون لا اجتهاد مع النص، النص موجود مش محتاج اجتهاد، وتطبيق النص مش محتاج مجتهد. بس ويجب أن يعلم أن المذاهب التي فيها التقليد تختص بالأمور الاجتهادية ولا تتناول ما جاء فيه نص صحيح من الوحي سالم من المعارض. رابعا، الذين يقولون بتوقف العمل بالكتاب والسنة على تحصيل شروط الاجتهاد ليس لهم مستند من الكتاب والسنة يصرح بأنه لا يصح العمل بالكتاب والسنة إلا لمن حصل شروط الاجتهاد، ونصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين كلها دل على أن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يشترط له إلا شرط واحد. ما هو الشرط؟ العلم بحكم ما يعمل به منهما، العلم بنص الكتاب، العلم بنص السنة. مجرد العلم ولا يشترط في العمل بالوحي شرط زائد على العلم بحكمه. ومراد متأخر الأصوليين بجميع الشروط أو جمع شروط الاجتهاد إنما هو لتحقيق المناط، وتحقيق المناط في الأمور القياسية مطلوب فيها اجتهاد، أما المناط في النصوص الصريحة معروف المناط، علة الحكم هو إرادة الحكم. إذن فأمور الاجتهاد محتاجينها في المسائل القياسية المطلوب فيها تحقيق المناط، معرفة العلة عشان إلحاق الفرع بالأصل. أما النصوص الظاهرة يكفي فيها مجرد العلم بالحكم، مش محتاجة اجتهاد في استنباط. خامسا، المقلدون مخالفون لمنهج أئمتهم، ومما يدل على بطلان التقليد أن المقلدين مخالفون لمنهج الأئمة، فطريقة الأئمة اتباع الحجة والدليل وترك التقليد، وعدم تقليد واحد بعينه، فمن ألزم تقليد الرجال من غير دليل فليس بمتبع للأئمة. وقد تواتر النقل عن الأئمة بالنهي عن تقليدهم أو تقليد أحد من العلماء، وأمر الناس باتباع الدليل. وأمر الناس باتباع الدليل إذا بلغهم، وأمرهم بترك أقوالهم، وأعلنوا أنهم بشر يخطئون ويصيبون، ولم يحلوا لأحد أن يتابعهم في خطئهم إذا تبدى له ذلك، بل لم يحلوا لأحد الأخذ بمذهبهم ما لم يعلم دليلهم. وهذا يدلنا على أن المقلدين للأئمة على النحو الذي ذكرنا عاصين للأئمة،
وسوف وسيتبرؤون في يوم القيامة من تقليدهم إياهم، وهذا بعض ما نقل من أقوالهم. فأبو حنيفة رحمه الله يرفض التقليد، وثبت عنه أنه قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا. هذا رواية أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم عن أبي حنيف. ومن أقواله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وأقوال الإمام الشافعي كذلك ترفض التقليد، إن الشافعي رحمه الله فيما قال أبو شامة الشافعي احتاط لنفسه وعلم أن البشر لا يخلو من السهو والغفلة وعدم الإحاطة، فصح عنه من غير وجه أنه أمر إذا وجد قوله على مخالفة الحديث الصحيح الذي يصح الاحتجاج به أن يترك قوله ويؤخذ بالحديث. روى عنه الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنته ودعوا ما قلت. ومن أصحاب الشافعي المزني قال في مختصره: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي ومن معنى قوله لأقربه على من أراده، مع إعلامه نهي عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. وقال الشافعي رحمه الله: كل مسألة تكلمت فيها بخلاف السنة فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. وكذلك الإمام مالك يحذر من التقليد، يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافقهما فاتركوا. وقال كذلك الإمام مالك: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أيضا كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. وكذلك الإمام أحمد ينهى عن التقليد. كان الإمام أحمد أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها، حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي اللي هي توليد المسائل. ولذلك قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وقال أيضا الإمام أحمد رحمه الله: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، هو عندي سواء، إنما الحجة في الآثار. وقال أيضا: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة،
قول المحرمين للتقليد. ذهب فريق من العلماء إلى تحريم التقليد تحريما مطلقا، ومن هؤلاء الظاهرية ومنهم ابن حزم. قال العلامة الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول: اختلفوا في المسائل الشرعية الفرعية هل يجوز التقليد فيها أم لا، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقا. قال القرافي: مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد، وادعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد. ثم تابع الشوكاني كلامه فقال: وبهذا تعلم أن المنع إن لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور، يعني إن لم يكن هناك إجماع فالجمهور يقولون بحرمة التقليد، والتقليد هو اتباع الرأي أو القول بدون دليل وبدون حجة. ما هو القول المختار في حكم التقليد؟ قول الذين حرموا التقليد يقابل قول الذين أوجبوا التقليد، إذن فالقولان متعارضان، والحق أن التقليد قسمان: قسم يحرم القول به والمصير إليه، وقسم يسوغ المصير إليه من غير وجوب. فالتقليد الذي يحرم القول به والمصير إليه يتمثل في الإعراض عما أنزل الله، وعدم الالتفات إلى الكتاب والسنة اكتفاء بتقليد الآباء. ثانيا، تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. ثالثا، التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف المقلد، هذا يحرم التقليد فيه. أما التقليد السائغ الجائز المصير إليه هو هذا النوع: كالعامي يقلد عالما يتفق له على علمه فيما ينزل به من أحكام، وهذا معذور في تقليده. العامي معذور، ليس من أهل الدليل، فيكفي أن يسأل عالما فيجيبه فيعمل بما أجابه. وأنا ضربت لكم مثال على إن العامي مش عارف يعني إيه دليل، يقول لك ده أنا أخش في الجمعة وأقعد أحسن ما أشغل قلبي، أنا أشغل قلبي بالصلاة ولا بالخطبة، أنا أقعد أحسن. تقول له الرسول قال، يقول لك أصل أنا هو خلاص عمل بالقياس في مقابلة النص. العامي لا مذهب له، لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به، فالعامي لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن له نظر واستدلال، ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتبا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله، وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما من لم يتأهل لذلك البتة، بل قال أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك، هو لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال أنا فقيه وهو ليس بفقيه، أو قال أنا نحوي وليس بنحوي، أو يقول أنا بكاتب وهو ليس كذلك، فليس كل من ادعى أنه كذا صار كذا.
فعلى ذلك فالعامي مذهبه مذهب مفتيه كما نص على ذلك العلماء، وعليه أن يتحرى في استفتائه، فلا يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل العلم والورع والتقوى. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الاتباع مرتبة من مراتب العلم ما بين الاجتهاد والتقليد. إذا أنت اتبعت من معه الدليل فإنك فعلت ما وجب عليك، وليس ذلك تقليدا. قال ابن عبد البر: قال ابن خويزمنداد المالكي: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لا لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده. والتقليد في دين الله غير صحيح، لذلك كل من لم يتبع القول بدليله رضي من نفسه أن يكون عاميا، رضي من نفسه أن يكون عاميا، حتى لم يرتقي بنفسه أن يكون طالب علم أو متبع. العلاقة بين المذاهب الفقهية، المذاهب الفقهية متقاربة فيما بينها تقاربا كبيرا، حتى إن الذي يطالع اجتهادات الفقهاء في مختلف مذاهبهم ما انقرض أتباعه منها وما لم ينقرضوا كأنها مذهب واحد، والأدلة على عمق التقارب بينها أكثر من أن تحصر. الأدلة على التقارب منها أن كل الأئمة الفقهاء أبناء مدرسة واحدة هي مدرسة أهل السنة والجماعة، فعقيدتهم واحدة، وقد كانوا يدا واحدة في مواجهة الانحرافات العقائدية من الخوارج والمعتزلة والشيعة. هم اختلافهم في المسائل الأحكام العملية، أما في العقائد فهم شيء واحد، أهل سنة وجماعة هم شيء واحد في مواجهة الخوارج والمعتزلة والشيعة والجهمية. ثانيا، الأصول الكبرى ذات الأثر الأهم والأكبر في الفقه لا اختلاف فيها. عاوز أقول لك مراجعهم في الأصول واحدة، مراجعهم الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فكلهم يأخذ بهذه الأدلة ويقيم بناءه الفقه على أساسها، ولا يعكر على هذا المأخذ اختلافهم في بعض الأصول الثانوية المنتزعة من الأصول الكبرى السابقة. ده وجوه الاجتماع يعني بين الأئمة. ثالثا، الأئمة أخذ بعضهم من بعض وتتلمذ بعضهم على بعض، فتلامذة أبي حنيفة رحلوا إلى الإمام مالك وأخذوا عنه، منهم أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم رحل إلى الإمام مالك واستفتاه وأخذ عنه، والإمام محمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة روى عن الإمام مالك الموطأ بتاعه،
ورحل بعض تلامذة الإمام مالك منهم أسد بن الفرات إلى العراق، وأخذ عن شيوخ الحنفية أمثال محمد بن الحسن. وأسد بن الفرات هذا كان هو السبب في تأليف المدونة. من مؤلفات المالكية. والإمام الشافعي تتلمذ على الإمام مالك. وفي رحلة الشافعي إلى العراق حاور مشايخ الحنفية فاستفاد منهم واستفادوا منه، وأخذ الإمام أحمد عن الإمام الشافعي. وإذا استعرضت سيرهم وجدت أن اللاحق منهم كان يثني على السابق ويدعو له ويأخذ من علمه ولا يعكر على هذا تخطئة بعضهم لبعض، فإن هذا يحدث في المذهب الواحد. مش ساعات يقول لك إيه هذه المسألة فيها قولان، وهذه المسألة فيها رأيان، وهذه المسألة فيها ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه لمين؟ لأتباع المذهب. يعني ممكن أصحاب المذهب الواحد يختلفوا في وجوه في المذهب نفسه وهم على مذهب واحد. وقد انتقل العلماء الأعلام من مذهب إلى مذهب من غير نكير من أهل العلم. وقد نقل عن السيوطي أنه سمى عددا من الذين انتقلوا من مذهب إلى مذهب من غير نكير عليهم من علماء العصر، منهم الشيخ عبد العزيز بن عمران الخزاعي، كان من أكابر المالكية، فلما قدم الشافعي من بغداد اتبع الإمام الشافعي وقرأ عليه كتب ونشر علمه، كان مالكي وأصبح شافعي. كان هدف الأئمة جميعا من وراء ما قرروه من أحكام هو الوصول إلى حكم الله في مسائل الفقه المختلف فيها، وقد مر أن مصادرهم الأصلية في ذلك واحدة: كتاب وسنة وإجماع وقياس. ولذلك عندما كانوا يتحاورون ينزعون منزعا متقاربا فيما يعتمدون عليه ويؤصلونه، فلم يكونوا كما هو الحال عند فرق النصارى أو الفرق المخالفة لأهل السنة مثل الشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية. ولذلك فإننا عندما نرجع في المسألة الواحدة إلى اجتهاداتهم نرى أنه يقترب بعضهم من بعض في الطريقة وفي المأخذ بل وفي النتائج والأحكام. وقد يكون التقارب بين مذهبين أكثر من التقارب في المذهب الواحد أحيانا. ثمار هذا التوجه وهذا التوجه في عد المذاهب الفقهية مذهبا واحدا أو كالمذهب الواحد له فوائد وثمار. من هذه الفوائد تحقيق الوحدة بين المسلمين، فالمسلمون كما هو مقرر كتابهم واحد ورسولهم واحد وهم أخوة. اثنين، أن هذا التوجه يعني الأخذ من المذاهب كلها ينزع فتيل العصبية المذهبية القائمة على تعظيم بعض أهل العلم والغض من شأن الآخرين. اللي بيتعصب لإمام بيسفه مين؟ بيسفه الآخرين ويبحث عن عيوب الآخرين وسقطات الآخرين ليشهر بهم ويرفع إمامه وينصر إمامه. من ثمار هذا التوجه هذا المنهج يقلل الخلاف ولا يزيده،
ففي كل مذهب من الاختلاف بين أصحاب المذهب الواحد شيء كثير، وفي كل مذهب من الأقوال الشاذة والوجوه والاختيارات الضعيفة ما جعل المحققين في كل مذهب يضجون بالشكوى وينادون بتصحيح المسار. كيف تصحح المسار؟ خذوا الحق من أي إمام إذا ظهر الدليل معاه. هذا المنهج يعد للفقه اتساعه وشموله، فقد رأينا كيف ضاق الحال بأتباع كل مذهب في بعض المسائل مما جعلهم يترخصون باتباع مذهب آخر. وليس هناك عالم واحد أحاط بالسنة كلها أو بالدين كله. احنا رأينا بعض النماذج بعض الصحابة لم يبلغهم دليل وبلغ الآخرين. ليس هناك عالم واحد أحاط بالسنة كلها وبالدين كله، ومع أن كل مذهب فيه خير كثير إلا أن أتباعه قد يجانبهم الصواب في بعض المسائل، فجعلوا فقه الأئمة فقها للكتاب والسنة يوسع الدائرة، زي اللي اقترحه مين؟ عيد عباسي في بدعة التعصب المذهبي، قال لك فقه الكتاب والسنة والأئمة والأئمة الأربعة. فهذا يوسع الدائرة ويجعل أنظار المجتهدين والعلماء تجول في تلك الدائرة الكبيرة الواسعة، وبذلك يرتفع كثير من الحرج والمعاناة التي قد يجدها بعض أصحاب كل مذهب في بعض الأحيان. ومن ثمار هذا المنهج الذي يقوم على إطلاق العقول من عقالها تربية الملكة الفقهية التي تتمرس بأقوال أهل العلم من مختلف المذاهب وتتعرف على مناهج الاجتهاد وكيف استدل العلماء بالنصوص على الأحكام وكيف استخلص العلماء الأحكام من الأدلة. وهذا هو المنهج الذي تربى الأئمة عليه، فتفتحت عقولهم ونمت مداركهم وتعمقت لديهم الملكة العلمية التي تفقه وتستوعب وتحلل المسائل وتحكم في ضوء النصوص. وأخيرا فإن هذا المنهج اللي هو بياخد بأخوال الأئمة كلهم وينظر فيها، هذا المنهج يحيي دراسة النصوص من الكتاب والسنة والعمل بها من غير إهدار لجهود الأئمة، يعني الاستفادة من جهود الأئمة في فهم الكتاب والسنة وكيف استنبطوا منها الأحكام، بل يجعل فقه الأئمة جهودا لفقه النصوص وليست نصوصا تزاحم النصوص. ليس كلام الأئمة نصوصا تزاحم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، إنما هي نصوص لفهم النصوص لفهمها. وفي الختام أود التنبيه إلى أنني لا أقصد بما أدعو إليه في هذه الخاتمة إلى جعل كل الآراء الفقهية في المذاهب على حد سواء، فالاختيار من الأقوال والمذاهب محكوم بالدليل، والقول الأقوى والأصح ما قوي دليله. أما التخير من الأقوال بمجرد الترجيح الشخصي فإنه مرفوض. بعض الجماعات الإسلامية على الساحة يقولك أنا أتخير من الأقوال، ما يوافق، أشوف
ابن حزم الظاهري الموسيقى والغناء امشي وراه واسمع فيروز وام كلثوم، خدت بالك؟ واشوف الامام مالك واجيب كلب اربيه في البيت وفي الشقه، خدت بالك؟ ونتجوز من غير ولي، احنا تبع ابو حنيفه. ده اسمه ايه بقى؟ تخير بمجرد الترجيح الشخصي، هذا مرفوض. فالاختيار من الاقوال والمذاهب محكوم بالدليل، والقول الاقوى والاصح ما قوي دليله. وقد تحدثنا عن هذا فيما مضى من بحثنا، والله اعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين. انتهى عصر يا اخوانا اللي ايه؟ انتهى عصر الجمود، كان عصر طويل قوي مش كده؟ ده جايب من بعد القرن الرابع، هو عدى عليه كم قرن دلوقتي؟ بقول لك العصر الحاضر يبدأ من النصف الثاني للقرن الثالث الهجري، الثالث عشر. طب انت خد بقى من الرابع لحد نص الثالث عشر، ده بتاع الجمود، ده طويل مش كده؟ طويل طبعا. يعني عصر الاجتهاد الاولاني لحد اربع قرون، اليس كذلك؟ ده عصر الاجتهاد الاولاني من الصحابه والتابعين وتابعيهم للائمه، دول كام قرن؟ اربعه. عد خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وحداشر اتناشر، بقول لك لحد نصف القرن الثالث عشر. احنا عندنا قد ايه كام كده؟ تمانية ونص. طويل او تمانية ونص في الجمود والتعصب المذهبي ومحاربة المجتهدين ووصفهم بالضلال ووصفهم بالبدعة وإيداعهم السجون وربما أحيانا استحلال دمهم، حصل؟ كأن من منتصف القرن الثالث عشر لحد النهاردة اسمه العصر الإيه؟ الحاضر أو العصر الحديث. فيه رؤية تانية خالص للشريعة غير عصر الإيه؟ الجمود. ده بيسموه عصر إيه بقى؟ عصر تقنين الفقه الإسلامي، وعصر الموسوعات الفقهية، وعصر المعاجم الفقهية، واستخدام الحاسب الآلي في فهرسة كتب الفقه والحديث، وعصر المجامع العلمية. يعني دلوقتي في العصر الحديث بيؤخذ بآراء مش أفراد مجتهدين، مجموعة آراء للمجتهدين المعاصرين في المجامع الإيه؟ في المجامع الفقهية. وذكر منها عدة مجامع صدرت عنها مؤلفات في الأحكام وتدوين الفقه المعاصر. لا شك أن العصر الحاضر أفضل من 8 قرون اللي فاتوا، صح؟ بس هو نقص المدونات دهيت والمجامع ده، أن ما وصلوا إليه من الأحكام المتفق عليها ناقصها إيه في العصر الحديث؟ ناقصها إيه؟ التطبيق، تطبيق الشريعة، صح؟ تطبيق الشريعة على حسب هذا التدوين.
طيب احنا بقى مش هنشرح في العصر الحاضر في هذه الجلسة، وربما نخليها في جلستين آتيتين إن شاء الله.